يعني؟ نعم. طبعا أنا بالنسبة لي الطابع بتاعي بتاع العيد بيختلف تماما، يعني بعمل طابع، الطابع بتاعي بيكون أول حاجة ما من عينة الناس اللي بنام في العيد عشان أحس بالعيد دايما، يعني من بكون مواصلة من أمس لحد ما أفطر الناس، بعمل الفطور بتاعنا السوداني البحت اللي هي العصيدة والملاح والشعيرية والفطير والأشياء زي كده، على أساس إنه أقيم الشعائر بتاعتي اللي أنا بعرفها يعني حقت ماما، بترجعك بالذكريات، بترجعني للذكريات بتاعت يعني أمي. فدي يعني أنا بالنسبة لي بتأسرني جدا، حتى أنا بنتي الصغيرة يعني بتقول لي يا ماما دايما أنت بتعملي الحاجات ديت، ليش بتعملي الطقوس دي؟ قلت لها عشان والدتي الله يرحمها كانت بتحب إنها تعمل الطقوس بتاعت العيد وما كانت بتحب تنوم، لازم تعمل الفطور دي، والناس بتيجي اللي يجي كله بتمسك وتقول لي لازم تفطر. فدي أنا الطقوس بتاعتي أصلا ما ببدلها، حتى لو كنت أنا وين في المملكة العربية السعودية عشت كما أنا موجودة في السودان، لأنه ما اختلف لي الوضع كثير بأسرتي هنا وأولادي وكذا ما شاء الله. يعني دي الطقوس بتاعتي تقريبا أول يوم، وكان فطور غدا يعني كلهم متواجدين، كان معاي حواليا عيالي وأهلي وناسي. جميل جميل. نعم. إنه نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا دي، لأنه بالمجايلة يعني إن شاء الله كمان بناتك حيتعلموا منك التقاليد دي، وهي تنتقل من جيل لجيل، صحيح مصعب؟ بالتأكيد طبعاً.